إليك طريقة السحب من حساب التداول باستخدام بطاقة الائتمان أو بطاقة الصراف الآلي. لتتمكن من السحب من حسابك، يرجى التأكد من إكمال إعداد حسابك وملفك الشخصي. سجل الدخول إلى حسابك عبر بوابة العملاء باستخدام بريدك الإلكتروني وكلمة المرور. اختر السحوبات من القائمة الرئيسية، ثم اختر بطاقة سحب ائتمان. اختر الحساب الذي ترغب السحب منه، ثم ادخل المبلغ المراد سحبه. اختر بطاقة الائتمان. أدخل كلمة المرور الخاصة ببوابة العميل. اضغط على إرسال لتأكيد طلب السحب. شركة إكويتي تتبع سياسة السحب إلى المصدر، أي سيتم إيداع المبلغ إلى نفس المصدر وليس إلى طريقة السحب التي طلبتها. بعد إرسال الطلب، سنقوم بمعالجة طلبك خلال 24 ساعة. تحقق من بريدك الإلكتروني أو بوابة العملاء لمعرفة ما إذا تم الموافقة على طلب السحب. لمعرفة ما إذا تم قبول طلب السحب، قد يستغرق إضافة المبلغ إلى بطاقتك من يوم إلى 14 يوم عمل من موعد الموافقة على طلب السحب. تذكر أن الأسواق كثيرة الحركة وأن التداول ينطوي على مخاطر.